Hello Dear students, welcome back again to English class 9 grade on our channel. Today I'm going to explain unit 8. أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء مرة أخرى عبر قناة روافد التعليمية ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف التاسع. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح الدرس الأول من الوحدة الثامنة. الوحدة الثامنة unit 8 اللي هي عنوانها What if? What if؟ زي ما إحنا شايفين أمامنا على الشاشة يعني العنوان عبارة عن سؤال قصير ماذا لو وات اف تعني ماذا لو خلونا بالأول listen and repeat نشوف عندنا مجموعة من الكلمات نستمع لهم ونكررهم بعد ما نستمع لهم راح إحنا نتعرف إلى المعاني باللغة العربية خلونا نستمع Unit 8 Period 1 Activity 1 A bit Close Duty fridge grow up in trouble look after peace simple though thanks بعد ان استمعنا الكلمات خلينا نتعرف على المعنى والكلمات تاعتهم باللغه العربيه الكلمه الاولى a bit a bit بمعنى بعض الشيء شيء قليل close close هنا adjective بمعنى مقرب ممكن تكون بمعنى يغلق بس بتكون verb فعل duty ديوتي واجب الأوبوزيت منها right حق fridge ثلاجة grow up ينمو أو يكبر in trouble في مأزق أو في ورطة أو مشكلة look after look after means take care of معناه يعتني بي أو يهتم ب. بيس معناتها قطعة أو جزء من. سيمبل سيمبل بسيط. الاوبزيت منها complicated معقد. though means although أو however نفس المعنى الثلاث الكلمات هدول على الرغم من. خلينا نعيدهم كمان مرة الكلمات. الكلمة الأولى a pet بمعنى بعض الشيء close مقرب. duty واجب. fridge ثلاجه grow up ينمو او يكبر in trouble في مأزق او يعني في مشكله look after او take care of يعتني ب بي. piece بمعنى قطعه simple بسيط opposite منها حكينا complicated معقد though means although however على الرغم من دعونا الان ننتقل الى الاكسرسايز نمبر 2 التمرين النشاط الثاني اللي امامي بيقول لي لوك ات ذا بيكتشر اون ذا نيكست بيج ديسكرايب ات مطلوب عندي صوره امامي بدي اعملها ديسكريبشن زي ما انا شايف في الصوره وات كان يو سي انت ايش شايف في الصوره تو وومن او تو جيرلز ار ستاندينج اون ذا كيتشن وقفات في المطبخ they ار توكينج اباوت سمثينج وهو ما أعطيني عندي في المثال هنا عبارة عن أربع جمل أنا بتساعدني أني أعمل description description يعني وصف للصورة بدي أساعد أنا الكلمات هاي حتساعدني عبارة عن عبارات أو شبه جمل بدي أوصلها مع بعض عشان تصير جملة كاملة تفيد معنى كامل على الصورة اللي أمامي نشوف نمبر one نمبر one أنت ندى and هديل العمة ندى والهديل إيش عاملين؟ are standing standing يعني واقف standing in the kitchen وين هم واقفين؟ They are in the kitchen، يعني بتصير الجملة الأولى aunt Nada and Hadil are standing in the kitchen، العمة أه ندى وهديل واقفين في المطبخ. <applause> Number two, they are standing. They are standing هم واقفين on each side of على جانب كل من the kitchen table، يعني واقفين في المطبخ على حافة على الطاولة تحت المطبخ. Number three, there is there is some food on the table. يوجد بعض الطعام على الطاولة. Number four, Aunt Nada, العمة ندى is is saying something about. العمة ندى يبدو على أنها بتتكلم saying something. قاعدة بتتكلم عن شيء معين. Something about. بتتكلم عن شو? About the food on the table. أكيد بتتكلم. الكلام راح يكون عن الطعام الموجود أمامها على الطاولة. الآن أعزائي الطلاب دعونا ننتقل إلى النشاط التالي النشاط اللي بعديه مطلوب مني عندي ديالوج ديالوج يعني عندي محادثة conversation يعني التنين بتكلم مع بعض اللي هي الهديل and أنت ندى العمة ندى وهديل بيتحدثوا بتحدث مع بعض في موضوع راح نقرأ ونحلل النص الحوار عشان بعد كده نقوم بحل الأسئلة الموجودة على الحوار نشوف الحوار اللي دار بين العمة اه, ندى وهديل هديل الآن أنت Nada were talking in the kitchen. وين أكيد هما بيتكلموا? They were talking in the kitchen. كانوا يتحدثون في المطبخ. بتبدأ الأنت ندى بالكلام بتقولها أنت ندى Tell me أخبريني Do you ever cook back home؟ أنت بتعرف تطبخي لما ترجع على البيت هديل When I'm at home بتقولها عندما أكون at home في البيت I sometimes help a bit أنا أحيانا أساعد قليلاً بتساعدها في شغل البيت في إعداد الطعام But I am often out لكن أنا دائما أغلب وقت بكون دائما إيش out في الخارج طيب ليش Because I do various sports لأني أنا أؤدي رياضات مختلفة كلمة various هذه اللي أمامنا means معنى آخر إلها different معنى مختلف and other activities ونشاطات أخرى after school بعد المدرسة so I don't know very much about cooking، لذلك أنا لا أعرف الكثير عن إعداد الطعام cooking بمعنى الطبخ إعداد الطعام I should though يجب علي أنت ندى yes if you learn to cook العمل ندى بقول إذا أنت تعلمت تطبخي it will be very useful later هذا الأمر راح يكون مفيد إلك فيما بعد later later معناته فيما بعد أوضحت منها earlier when you grow up, grow up مرت معنا في الكلمات بمعنى ينمو لما تكبر يعني تنضج. هديل, you are right, right انت على حق يعني كلامك صحيح. I need to learn, انا بحاجه لأتعلم. نضال knows much more than me. نضال بيعرف أكثر مني في أمر الطبيخ and if I don't learn وإذا لم أتعلم it won't be easy to live away. إذا لم أعرف إعداد الطعام الامر مش راح يكون ايزي، ايزي سهل، الابسط منها difficult، تو ليف اواي، لما اروح انا اسافر او اعيش بعيدا فروم هوم ان فيوتشر في المستقبل لما اترك البيت واعيش في مكان غير البيت. انت ندى I will teach you some simple dishes، العمة ندى بتقترح عليها I will، الدبل هان اختصار لكلمة will. انا سوف اقوم بتعليمك some simple dishes، simple هاي بمعنى بسيط واجت معنا في الكلمات الاوبوزيت منها complicated dishes معنى اطباق، يعني بدي اعلمك مجموعه او شويه من الوجبات البسيطه. if you like طبعا اذا انت تحبين. هذه ايش ردت عليها؟ great رائع. انت ندى، let's make lunch, let's make lunch for our neighbors. العمه نادا قالت طب تعالي نعمل مع بعض لانش لانش بمعنى وجبه الغذاء نيبرز جيران ذا ماسري فاميلي يعني الجيران هم عائله الماسري فاميلي مسز ماسري از سيك سيك مينز ال او بيشنت بمعنى مريض سيك او ال او بيشنت لانه الانسه او السيده المصريه هذه مريضه هديل ار ذي ذا فاميلي اوبوزيت اوبوزيت معناتها بالمقابل يعني الناس اللي ساكنين في مقابل بيتنا هل هم العائله المقابله لنا؟ انت يس هاو ديد يو جيس جيس بمعنى يخمن بتسالها قالت لها كيف قدرت تعرف او تخمني؟ هديل ذا daughter always looks بيزي قالت لها daughter مينز ابنه بنتهم دائما لوكس لوكس هنا بمعنى يبدو مش ينظر يعني البنت دائما مبين عليها بيزي بيزي مشغوله دائما شي جوز شوبينج تذهب للشوبينج التسوق افري دي كل يوم اند اي اوفن ثينك ميبي هير مام از نوت ويل وانا على ما اعتقد انه امها از نوت ويل يعني ليست بخير ليست على ما يرام انت ندى يو ار رايت انت على حق هير فاذر از ان هوسبيتال الوالد ابوها موجود وين ان هوسبيتال في المستشفى تو ايضا سو بو يانغ سميرة سو بور هنا بور هنا المعنى الحرفي إلها فقير ولكن هنا يا لها من مسكينة للتعبير على الشفقة والإحساس بالآخرين نقول سو بور سو بو يانغ سميرة is looking after them إنه سميرة الصغيرة هذه دائما looking after معناتها ينظر سوري uh, معناتها تهتم فيهم مين هم إخوتها الصغار and they're for little ones little ones الاربع اطفال الصغار هاي سميرة بتقوم باهتمام فيهم she is only 14 هي فقط عمرها قديش 14 14 سنة like يو مثلك يا هديل هديل ذاتس very hard hard معنى difficult هذا الامر صعب how does she do everything كيف لها ان تقوم everything تقدر تقوم بكل شيء انت ندا well حسناً The friends and neighbors are helping, and today is my turn. بتقولها إحنا كأصدقاء، friends and neighbors، والجيران لازم إحنا نكون فيه نتساعد فيما بيننا. واليوم is my turn. My turn يعني اليوم أنا الدور علي إن أنا أقدم المساعدة. هديل. If something like that happens back home. إذا أي شيء حصل في البيت، neighbors don't usually help as much، لا يساعدونا بما فيه الكفاية. You seem to have a closer community here. يبدو هنا إنه أنتم عايشين في مجتمع مترابط أو قريب من بعضه. أنت ندى perhaps you are right. أنت على حق. If someone is in a trouble here, بتقولها اذا واحد فينا صار عنده مشكله ان تروبل في مازق او في مشكله ايش راح نسوي وي اولويز فيل اتس اور ديوتي احنا كنا دائما نشعر انه هذا الامر از اور ديوتي واجبنا انه احنا نقدم المساعده هيلب ناو ذير ار سام تشيكن بيسز ان ذا فريج قالت لها الان يوجد بعض قطع الدجاج وين موجوده ان ذا فريج في في الثلاجه Let's cook them and make some salad. دعونا نطهو هذه القطع من الدجاج مع بعضا من السلطه. الان اعزائي الطلاب بعد ان قرانا الحوار وعرفنا ايش دار في المحادثه بين العمه هديل بين العمه ندى وهديل في عندنا فور عندنا اربع اسئله، اسئله بسيطه او سهله على النشاط اللي قراناه. نشوف السؤال الاول. نمبر 1: what would هديل like to do with Aunt Nada? What ماذا سوف هديل راح تعمل مع مين؟ مع العمة ندى. طبعا she would like to learn to cook simple dishes. هي راح تعلمها كيف تعد الأطباق البسيطة، الوجبات الصغيرة يعني. Number two, why do the Masri family have a big problem? Why أداة سؤال بتسأل عن السبب لماذا عائلة المصري عندهم big problem؟ عندهم مشكلة إيش المشكلة اللي عند عائلة المصري Because Mrs. Masri is in hospital زي ما تكلمنا قلنا لأن عائل السيدة اللي من عائلة المصري موجودة وين في المستشفى And Mrs. Masri is sick والأم أيضا اللي من عائلة المصري أيضا إيش مالها sick مريضة Number three Who is trying to look after everyone هو أداة سؤال دائما بتسأل عن شخص عاقل من هو أو من يكون who is trying من الذي يحاول to look after everyone look after يعتني أو يهتم بكل شخص طبعا الجواب مين حسب ما تكلمنا في الحوار اللي بيهتم في الأطفال الأربعة the daughter the daughter معناتها الابنة إيش اسمها سميرة is trying to look after everyone سميرة بتحاول إنها تهتم بكل شخص number four السؤال الرابع والأخير How are Aunt Nada and Hadil going to help? طيب عندهم مشكلة كبيرة How بمعنى كيف كيف العمة ندى وهديل oh, are going سوف يقدم المساعدة الجواب they are going to make lunch راح يعمل يقوم بإعداد وجبة الغداء اللي هي lunch for the Masri family لعائلة المصري أعزائي الطلاب وصلنا في هذا اللقاء إلى ختام درسنا إلى هذا اليوم Thanks for watching and I will see you soon. Bye bye.